برحاب رسول الله صلى الله عليه وآله نبدأ هذا الحفل مبحرين في معجزته الخالدة، مسلمين لما جاء به تسليما، متعرضين لما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ سعيد شملو، فليتفضل مشكورا مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله.
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيب الله أنفاسكم وجعلكم وجميع الحاضرين من السائرين دوما على نهج القرآن الكريم أي نهج محمد وآل محمد الله